السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ النهارده هنتكلم في الرول اوف فارماسيست ان كوفيد 19. هنختص بجزئيه اوفر فيو على الانتي فايرال والسبورتيف تريتمنت. طبعا احنا هنفوكس اكتر على البروتوكول المصري بتاعنا والانتي فايرال اللي ذكرت فيه والسبورتيف مانجمنت اللي ذكر فيها. انا معاكم النهارده في الجزئيه دي ساره سعد من الاداره العامه لصيدله المستشفيات التابعه لهيئه الدواء المصريه. تمام، هنبدا مع بعض. المحور عندنا محاور اساسيه عندنا في المحاضره دي. اول حاجه الاسالتيمافير از ا مين دراج، هو الانتي فايرال دراج، هو المين تشويس بتاعنا في البروتوكول المصري الى جانب الكلوركين والهيدروكسيكلوركين. الاوفر فيو على البروميسنج انتي فايرال دراجز، هنعمل اوفر فيو على اهم البروميسنج انتي فايرال دراجز اللي هي ان شاء الله بروميسنج جدا وجايبه نتائج وورلد وايد في الاستاديز، و قد يستخدم منها في المانجمنت المصري في مصر. الامبورتنس اوف سبورتيف ميديكيشن ان مانجمنت كوفيد 19، دي جزئيه مهمه جدا وهنهايلايت عليها في اخر جزئيه عندنا في المحاضره. تمام، هنبتدي بالاسالتيمافير. زي ما احنا شايفين ده سكرين شوت للجزء من البروتوكول المصري. تمام، عندنا المانجمنت، عندنا المانجمنت بتاعنا في حاله المايلد، حاله المودريت، في حاله السيفير، في حاله كريتيكالي ايل. تمام، وهنلاحظ حاجه مهمه جدا ان انا عندي الاسالتيمافير مذكور في كل السيتويشنز. اوكي تمام، طبعا زي ما احنا عارفين الاسالتيمافير الميزه بتاعته ان هو اوريدي اف دي اي ابروفد، فاحنا عارفين السيفتي باترن بتاعته والافكسي باترن بتاعته في مواجهه الانفلونزا طبعا از كانتي فايرال. وبناء على ده بدات الدراسات تقوم عليه كدراج اوف تشويس هو وكثير من الانتي فايرلز، ان واي نوت ان هو يكون ليه افكسي ضد الكورونا. فبالتالي بدات اول استادي عندنا في تشاينا من ساعه ما بدات الازمه عندهم في شهر يناير اللي فات سنه 2020، وبداوا يعملوا دراسات عليه هو ومسائل كثيره جدا من الانتي فايرل. تمام، هنلاقي ان هم بداوا الستادز تقول لك ان هو فيه افكسي ان كومبانيشن مع الكلوركين والهيدروكسي كلوركين. هو متوفر عندنا في الاورال فورم، يعني هو ما فيش منه انجكشن فورم ولا كده، هو اورال فورم اونلي، ايذر كبسولز او سسبنشن. وبنحتاج سسبنشن حتى ساعات في الناس الادلت وخاصه في الكريتيكال ايل، ان انا ساعات بيبقى هو ان ايبل ان هو ياخد يعني يسوالو حاجه اورالي، فبضطر اديله سسبنشن او اديها له في نازو جاستريك تيوب مثلا. اوكي، الانتر اكشن بتاعته هو دواء مسالم الحمد لله، ما بيعمل لناش مشاكل كتير في الانتر اكشن بتاعته. اوكي، نيجي عند ال اوكي بالنسبه للدوزنج ريجيمن. الدوزنج ريجيمن عندي فيه مايلد والمودريت والسيفير كيس والاي سي يو. هنلاقي عندنا ان في المايلد والمودريت بدي النورمال دوزنج بتاعته اللي هي 75 مللي جرام توايس ديلي. في السيفير والاي سي يو الجرعه بقى دوبليكيتد 150 مللي جرام توايس ديلي، ده اكوردنج للبروتوكول المصري عندنا. طيب هل هو محتاج دوز ادجستمنت ولا لا؟ زي ما احنا خدنا مع في جزئيه في محاضره اخرى كانترو عامه عن ازاي انت كدراج اكسبرت تتعامل مع الدواء، احنا خدنا نقطه مهمه جدا ان انت اول حاجه ما بتشوف الدواء اهم حاجه لازم تشوفه هل هو انديكيتد للحاله دي ولا لا، صح ولا غلط؟ هل هو ذا بيست تشويس؟ تشوف السلكشن بتاعه ولا في اذر بريفيربل تشويس. يمكن في حاله الكوفيد شويه احنا مش قادرين نقول في دواء هو الدراج اوف تشويس او في دواء افضل من دواء، لانها كلها اندر انفستيجيشن اندر كلينيكال ترايلز، بتعتمد على الكلينيكال اكسبرتيز، فبالتالي ما عندناش جادج واضح وصريح يقول لنا ده دراج اوف تشويس او ده نوت دراج اوف تشويس. طيب بالنسبه لحاجه مهمه جدا، اما اجي احط الدوزنج بتاعت المريض، اوكي في دوزنج اللي من الاستادز اتفقوا عليها انها مثلا هندي كذا هندي كذا، في حالتنا الاسالتيمافير هدي 75 مللي جرام توايس ديلي. بس خلي بالك بتفرق من مريض للتاني على اساس ايه؟ لما يبقى المريض بتاعنا عندنا مثلا عنده رينال امبيرمنت او هيباتيك امبيرمنت، الكلى او الكبد مش شغالين بكفاءه عاليه جدا، في الحاله دي انا لازم اركز وابص الدواء ده هيتاثر او هيتعارض مع رينال امبيرمنت، بحيث انه مثلا الدواء ده محتاج اعمل له دوز موديفيكيشن. دي نقطه مهمه جدا ودي بتاعتنا احنا كصيادله، الدوز موديفيكيشن او الدوز ادجستمنت. ففي حاله الاسالتيمافير هنا هلاقي ان انا البيشنت
زي ما انا واضح قدامكم كده ان في حاله رينا امبيرمنت لما الكريات كليرنس يبقى من 30 ل 60 بدي حوالي نص الدوز اللي هي 30 ملي جرام، ولما يكون من 10 ل 30 بدي 30 ملي جرام بس في الحاله دي وانس ديلي فيري سمول دوز. طب طبعا ده هيبقى فيه شويه كونفليكت، انا منين انا عايز ادي هاي دوزز عشان احارب المرض ده، ومنين ان انا هضطر اقلل، بس لازم اقلل ان الكلى عند الراجل ده مش شغاله كويس، فبالتالي الدواء ده بدل ما هيفيد هيضر، هيعمل توكسيستي عاليه جدا جوه جسمه لانه مش هيتكسر لانه مش هيخرج حسب نوع ال ليه الاسالتيمافير متعارض مع رينال امبيرمنت. طبعا مش هو ده بس، احنا زي ما قلت لكم احنا بنشوف لكل دواء بنديه للمريض لازم ابص على رينال امبيرمنت او على حاله الرينال عند المريض. طب الكريات كليرنس دي للدكاتره اللي مش عارفين هنحسبها ازاي، برضو ما تتعبوش نفسكم مش صعبه، سهله جدا. انت كل ما في الموضوع انت بتاخد من اللاب تيست بتاعت المريض السيرم كريات اللي هو وظائف الكلى، بيحدد لي وظائف الكلى، بيبقى رقم سيمبل، بنتكلم في 1.23 يعني ارقام مش 30 و 60 من الارقام الكبيره دي، وبتدخلها على اي ابلكيشن من بتاعت زي مثلا الميد كالك او جلوبال ار بي اتش، دي حاجه اونلاين بتدخل عليها المعطيات بتاعتك سيرم كريات ومطلوب وزن المريض ومطلوب مثلا سنه او مطلوب كده، وبتدخل حسب الايكويشن بتدخل له كل المعطيات اللي عندك، وهو بيطلع لك الكريات كليرنس. الرقم اللي بيطلع لك ده هو اللي حضرتك بتشوف على اساسه الراجل ده محتاج ان انا اعمل دوز ادجستمنت ولا لا. في نقطه مهمه جدا، الناس اللي في حاله اند ستيج رينال امبيرمنت او رينال ديزيز، خلي بالك بيبقى حاله من اتنين، يا بدا يغسل يا لسه ما بيغسلش. لو بدا يغسل ياخد عادي الاسالتيمافير وهياخدها بعد الجلسات عشان ما ياخدهاش قبل الجلسه وتروح في الجلسه، اوكي. لو ما بداش يغسل، لو هو اند ستيج بس ما بداش يغسل، ما ينفعش ياخد الاسالتيمافير، اوكي. هاتين ناخد الاوبشنز الثانيه لو متاحه. طبعا الاستورج هو ككبسول ما فيهاش مشكله، درجه حراره 25 برضو الاور سسبنشن اوكي، ولكن لو حصل ان انا كان عندي كبسول وحضرت منه اورال سسبنشن، ودي طريقه سهله جدا وكنا اوريدي طلعنا بيها منشور قبل كده في وقت حصل فيه شورتج، فسهله جدا ومتداوله وموجوده في كذا عندنا وفي كذا ريفرنس لو حبيتوا ترجعوا لها، في حاله مثلا شورتج للسسبنشن فورم او كده، وانس ان انا فتحتها يبقى لازم اخلي بالي طالما انا لما احضر الاور سسبنشن ده يبقى ما ينفعش اقعده وقت طويل، ولازم احطه في الثلاجه هيقعد معايا ممكن لمده اسبوعين، او اخليه بره هيقعد معايا لمده 10 ايام، بس اتاكد ان الحراره عمرها ما تزيد عن 25 درجه. اوكي، المونيتورنج انا هتابع البي سي ار طبعا عشان اتاكد ان الفيرال بيدي ريسبونس يعني متاثر بالاسالتيمافير. ندخل على الاوفر فيو على بروميسنج انتي فايرال. دي بروميسنج كلها كلينيكال ترايل زي ما اتفقنا زيها زي الاسالتيمافير، ولكنها بدأنا ندخلها عندنا هنا في مصر، هتلاقوا عندكم في البروتوكول المصري ان اللوبينافير دخل في حالة السيفير فقط، يعني ظاهر عندي هنا في السيفير as an alternative للاسالتيمافير. يعني مثلا النتيجة مش جايبة، الاسالتيمافير مش جايب ريسبونس كويس، او في مثلا incompatibility مع الاسالتيمافير، او زي ما اتفقنا ان البيشن ده عنده مشاكل في الرينال فبالتالي انا مش قادر اديله اسالتيمافير، ايا كان السبب ممكن اتوجه ان انا اخد اللوبينافير ريتونافير. تمام، هو الدواء ده قديم مش جديد، ده ما ابروفد موجود من الاف دي اي، بيعالج الاتش اي في اوكي، ولقوا ان هو ليه ان فيترو اكتيفيتي نتيجه ضد السارس وضد الميرس كوف فيروس، واتعمل عليه استاديز كتيره جدا من ساعه ما حوار الكوفيد 19 ده غزا العالم، والاستاديز نزلت عليه كانه يعني الدراج ده مهم يا جماعه وقوي، ده بيحارب الاتش اي في فاكيد هيقدر يحارب الكورونا، وبالتالي اتعمل عليه لحد اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي 33 استادي، منها استاديز اظهرت نتائج حتى لو نتائج اوليه، في لسه استاديز هتنتهي يعني لسه في شهر نوفمبر وعلى اخر السنه يعني. تمام، اشهر استادي ليهم او اقوى استادي ليهم احنا اهتمينا بيها وبناء عليه قلنا الدواء ده يا جماعه بروميسنج جدا، الاستادي اللي اتعملت كريتروسبكتيف ستادي، يعني بداوا يتابعوا الحالات اللي كانت ماشيه عليه في تشاينا ولقوا انها بتجيب افكس عاليه جدا، هو ككومبينيشن لوحده كده ولا يحطوا معاه اركيدول، لا هو لوحده جايب نتائج رائعه بعد 7 ايام فقط من اخدانه، ودي بيريد لطيفه ليه؟ لان هو كل ما بيزيد المده بتاعته
يعني كل ما نزيد المدة عن 5 أيام كل ما نتعرض لسايد افكتس بتاعته. فبالتالي كل ما يبقى المدة قليلة 7 أيام في حالة سيفير واجيب لي نتائج حلوة ويبقى فيروس undetectable، طبعا ده نجاح عظيم للكومبينيشن ده. اوكي، اسوأ حاجة في الدواء ده انه مشاكس جدا وبيعمل interactions مع كل الأدوية تقريبا. فبالتالي لازم تبقى مركز كدراج اكسبرت ان انت شايف كويس قوي الدواء ده المريض بتاعك بياخد ايه معاه عشان تبقى البروفايل بتاعك كامل قدام، البروفايل المريض قدامك يبقى كامل. تبتدي تتشك هل ده هيتعارض مع لوبينافير تنافير، مش اللي هو ايه يلا حلو ادي لوبينافير تنافير ده قوي وكويس، ايوه قوي كويس، بس المريض ده مثلا مريض قلب، لا ده لازم افكر 100 مره قبل ما اديله، لان هو بيعمل كيو تي برولونجيشن بيأثر على حاله القلب. طيب لا ده المريض بتاعي ده دايابيتك ده بيعلي السكر اخلي بالي. طيب لا المريض ده مريض كوليسترول هو بيعلي الكوليسترول والتريجليسرايد، ده بسم الله الرحمن كده. غير بقى الانتر اكشنز مع الكالسيوم شانل بلوكرز ومع اخطرهم على الاطلاق يعني او اهمهم بالنسبه لنا على الاطلاق الكورتيكوسترويد والتوسيليزوماب. الكورتيكوسترويد والتوسيليزوماب هنتطرق ليهم في السبورتيف مانجمنت، بس هنا انا هجيب سيرتهم في حته صغيره قوي، ان المثال بريدنيزولون زي ما هو واضح قدامكم كده ريسك دي، يعني ما ينفعش اخده مع اللوبينافيرتينافير ودي مشكله. طب انا محتاج كيسز هحتاج فيها مثال بريدنيزولون بالاسم، وفي كيسز هحتاج فيها توسيليزوماب بالاسم. طب وهو المريض لو ماشي على الريتينافير على الكومبينيشن ده انا هعمل ايه؟ هضطر بقى لو لازم ادي مثال بريدنيزولون متقاله واضحه كده وصريحه في الليتريتشر، لو انت مضطر انك تدي مثال بريدنيزولون فما قدامكش حل غير ان انت تعمل ريدكشن للدوز بتاعته بتاعت المثال بريدنيزولون. لو مش مضطر بالاسم ممكن تاخد اذر كورتيكوسترويد يبقى افضل. التوسيليزوماب زي ما احنا شايفين مونيتور ثيرابي، احاول امونيتور العمليه ابعدهم عن بعض وتابع اشوف التكستي ساين ظهرت ولا لا، دي ده اللي في ايدينا، دي تولز في ايدينا، ان انا ما اقدرش استغنى عن التوسيليزوماب في الحالات السيفير وكريتيكال زي ما هنتطرق ليها قدام شويه. طيب دي نقطه مهمه جدا تخص البريبريشن والادمنستريشن. انا عندي من الفورم بتاعت اللوبينافير دي وورد وايد موجود فيها تابلت فور اورال سسبنشن او اورال سوليوشن و كبسول فورم. تمام، المشكله كلها في الاورال والاورال سوليوشن، الاثنين دول بيبقى فيهم ايثانول في الكونتيننج يعني في الكومبوزيشن بتاعتهم، وبالتالي ليهم كومباتيبلتي معينه. لو انا احطهم فرايل تيوب او فيدنج تيوب لازم احطهم في حاجه مسموعه من البوليفاينيل كلورايد مثلا او السيليكا، هم دول بس اللي ينفع يستخدموا معاهم، اي حاجه ثانيه هتتعرض. ده من اختصاصك كصيدلي ان انت عينك على الادمنستريشن، انت مش هتعمل ادمنستريشن بنفسك، غالبا التمريض عندنا طاقم التمريض هو اللي بيشتغل. انت كصيدلي عينك على الادمنستريشن، البريكوشن زي دي ما تحطهاش هي في اي حاجه ثانيه، ما تحطهاش في اي فيدنج تيوب ثانيه، طالما البرودكت كونتيننج ايثانول فبالتالي يبقى لازم هيتفاعل مع اي حاجه ثانيه هيبقى توتالي انكومباتبل ممكن يعني يعمل لنا مشاكل، يبقى يا سيليكون يا بوليفاينيل كلورايد. المعلومات دي حضرتك صيدلي بتاخدها وعشان تنفذها ان احنا بنقول بقى نعمل بيها زي هايلايت او بروشور او فلاير ونعلقه للتمريض ونقولها لهم بدل المره 2 و3 طالما البرودكت ده عندنا في المستشفى وممكن يستخدم في اي وقت، ممكن تكون حضرتك مش موجود فيه او مع مريض وانت حضرتك مشغول مع مريض تاني فيتعلق له، تيجي تروح تبص تلاقيه خلاص الكارثه حصلت، فانت لازم حضرتك عينك تكون موجههم من قبليها مأكد عليهم، وانت بتعمل الفولو اب وبتبص على حالاتك وبتشيتها وبتتاكد ان المرضى تمام واخدين المانجمنت بتاعتهم مظبوطه والدوز المظبوطه، بتتاكد على الشيك على الشيك بتاعهم، عينك على في الادمنستريشن بتبص كده بسرعه على اللاين على الرايل، وهنتطرق للموضوع ده في كذا دواء بعدين. اوكي مونيتورنج انا ذكرته واحنا بنتكلم اهم الحاجات لازم نعملها مونيتورنج. اوكي زي ما احنا اتفقنا نفس الكلام انا قلت على بريكوشنز ان انا ما ينفعش او اخلي بالي كويس جدا وانا بدي لمريض عنده مشاكل في القلب او في السكر. تمام، تاني دواء عندنا بروميسنج هو الفابيبرافير، وده عليه ديبيت عالمي جدا وبروميسنج جدا. هو اوريدي على فكره الدواء ده هو مش واخد الاف دي ابروفل، ولكنه كان اوريدي واخد لايسنس داخل اليابان وتشاينا ان هو يستخدم للفيروس انفلونزا، ده من سنه 2019 رسمي، ومن 2014 كانوا بداوا يجربوه، فاوريدي يعني موجود وعارفين السيفتي باترن بتاعته بقى لهم يجي 6 سنين. لقوا انه ليه ان فيتروس اكتيفيتي
broad spectrum antiviral. يعني بص بيقدر يواجه اي antiviral زي SARS وزي الحاجات الثقيله دي. لما قابلتهم مشكله السارس جربوا عليها عملوا استادز عليها ولقوا ليه اكتيفيتي ضدها. فيبقى ضد السارس يقدر يواجه الكورونا باي ديفولت يعني. طيب ولكن في مشكله صغيره ان هو لازم ياخد هاي دوزز. لازم تدي هاي دوزز، لازم الخليه تبقى متعبيه بدوز عاليه جدا من الفاتي البرافير عشان تقدر تدي اكتيفيتي برود سبيكتروم انتي فايرال اللي احنا متوقعينها. اوكي لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي في 14 كلينيكال ترايل تجرى عليه، والنتائج الاوليه منها بروميسنج بطريقه بتقول ان الدواء ده هيبقى دواء قوي جدا في المانجمنت اوف كوفيد 19. اوكي طيب ندخل على السبورتد ميديكيشن مانجمنت اوف كوفيد 19. دي نقطه مهمه جدا، من اسمها كده توحي ان السبورتد ان هو حاجه كده يعني مساعده موجوده زي ما مش موجوده. لا، سبورتد مانجمنت دي عندنا في حالتنا دي في الكوفيد 19 ده هي ممكن تكون باك بون رئيسي الى جانب المانجمنت اللي احنا الانتي فايرال مانجمنت. ازاي؟ لقوا في استادز كتيره جدا في العالم كله، طبعا زي ما دايما بنقول تشاينا هي اول دوله بدات تعمل استادز عشان طبعا هي اول دوله حصلت عندها المشكله وتفاقمت جدا. لقوا ايه؟ لقوا مثلا ان في حالات كتيره جدا من اللي بيحصل لها حالات وفيات، مع انها ايه ماشيه على البروتوكول بتاعهم اللي هم عاملينه وتمام والدوزنج مظبوطه وكل حاجه تمام والبي سي ار بيقل يعني مظبوط والفايرال لود بيقل والدنيا زي الفل مش احسن من كده. لكن لقوا ان بيحصل مشكله ثانيه. ايه هي المشكله؟ ان مثلا ناس توفى ويلاقوا مثلا في جسمها لما يحللوا، طبعا هم كان بياخدوا الدم يحللوه عشان يشوفوا اللي حصل ايه، يحاولوا يعملوا زي ريتروسبكتيف، يلاقوا مثلا عندها كاجيليشن عالي جدا، تجلطات في الدم عاليه جدا. اوه دي مشكله، يعني مات بسبب التجلطات ما ماتش بسبب الفيروس. عندك مثلا مشكله ثانيه، يسحبوا عينات دم بعض الحالات لقوا ان عندها سايتوكينز في الدم عاليه قوي. سايتوكينز دي بروتين في الدم هنشرحه لما بيظهر في الدم بنسب عاليه قوي كده، ده معناه ان حصل حاله اسمها سايتوكين ستورم، انفجار حصل فيها كده ادت ان لوفاه البيشنت. وده اوتومين يعني ريسبونس، يعني الجسم هو اللي عمل الريسبونس ده. طب وحصل ليه؟ طب ولما حصل ما تعملوش مانجمنت ليه؟ كان ممكن يتلحق المريض. ومن هنا جه دور السبورتيف ميديكيشن ان هو باك بون رئيسي ومهم جدا في المانجمنت بتاع حالات الكوفيد. وطبعا الاهميه بتاعته بتزيد وبتبقى على اقوى المستويات واعلى المستويات في حالات السيفير والكريتيكال ايل. اوكي هنتكلم اول حاجه هنا على بروفلاكتيك انتي كواجولانتس. البروفلاكتيك انتي كواجولانتس زي ما انا ذكرت كده في المقدمه ان اتعمل دراسات عاليه جدا عليها، وكانت يعني زي ما اضحكم هي متابعه لحالات مش دراسه، يعني ما قعدوش ناس وادوهم وما ادوهمش، لا كانوا بيتابعوا الحالات 183 حاله، ولقوا ان الناس اللي ما قدرتش تكمل وتواجه الكورونا للاسف كانوا كلهم حصل لهم كايليشن، ولقوا ان الانفكشن من الفيروس ده بيساعد الجسم ان يحصل اكتيفيشن للكايليشن، ان يكون الجسم جلطات. فقالوا يبقى لازم ندي بروفلاكتيك انتي كواجولانت. اوكي طيب مين الجاك اوف تشويس عندي؟ هم واحد من اثنين مش هنطلع براهم. نمبر 1 اللو مولكيولر ويت هيبرين، هو ده الجاك اوف تشويس بتاعي. في ليميتيشنز بتخليني ساعات اضحي بيه واقدر اضطر ان انا ما اقدرش استخدمه واستخدم مكانه هيبرين. اوكي هنشوف ايه الليميتيشنز. انا مبدئيا باخد اللو مولكيولر هيبرين زي ما مذكور عندنا في البروتوكول المصري 40 ملغ سبكوتينيوس وانس ديلي. اوكي ولو هاخد الهيبرين هاخد 5000 انترناشونال يونت سبكتينيوس برضو، بس مش وانس بقى توايس. اوكي وممكن تقل شورتج شويه. طيب بالنسبه للمونيتورنج عشان اتابعهم، طبعا هتابع ايه؟ عيني هتبقى على بليتليت كاونت، عيني هتبقى على الهيموجلوبين انه ما يقعش، على الهيماتوكرايت. في حاله الهيبرين هشوف البي تي والاي بي تي تي، دي ساين بتقول لي الهيبرين نسبته قد ايه في الجسم، عاليه ولا قليله. هعيني على البليدنج ساينز، ان يحصل ساينز البليدنج للمريض، يعني مع كده ان هو بدا الدوزنج دي بقت عاليه على جسمه قوي، ابتدي اعمل مونيتورنج للدوز. وحاجه مهمه جدا 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 سيرم كريات في حاله اللو مولكيولر هيبرين. هنبتدي الطبيعي بتاعنا باللو مولكيولر ويت هيبرين اللي هو الانكسوفرين اللي حضرتك عارفينه. عشان ابتدي بيه
هدي سيرم كريات، اعمل سيرم كريات للمريض التيز لاين، يعني اول ما المريض يدخل لي هبتدي العلاج بيه، وكل ما انا ماشي ابتدي ابص عليه عشان لعل وعسى ان هو يحصل له تشينج في اي وقت. ليه بقى؟ لان اللو مولكيولر ويت هيبرين في لما بيبقى عندي رينال امبيرمنت مش دراج اوف تشويس بالنسبه لي، وبيحتاج دوز ادجستمنت وبيحتاج شغل كتير. فبالتالي انا لازم لو البيشنت ده حصل عندي ان هو السيرم كريات او كريات كلينس عندي حصل له فيه فلكتويشن، او دخل ان هو بدا الراجل ده بقى رينال امبيرمنت عندي، ايفن لو حتى هو ما كانش مريض رينال، ودي حاجه بنشوفها كتير جدا في الاي سي يو دكاتره، ان المريض بيكون مش مريض رينال وبيدخل عندي للاسف بيتعرض ان هو بيكون مريض رينال او الكلى عنده بتتاثر شويه. تمام تمام. فبالتالي لازم اعمل دوز ادجستمنت. وفي الحالات دي حالات كثيره جدا بنروح عاملين شفت الهيبرين عشان نكون في السيف سايد. اوكي هنتكلم على جزء بقيه يعني البريكوشنز والكونتر انديكيشنز في الجزء الثاني ان شاء الله.